كاين ما يتشاف الخوت في الفيديو، فيديو طويل وغيكون ان شاء الله اثمنه جد مناسبه هنايا. كاينه حتى الخروفه نشوفوها معكم هاي. الخروفه المتوسطه الثمن ديالها غنشوفو حتى هو الثمن. الناس دراوش هادو، هادي سلعه غليظه ديال البرقيه، هادي قال لك 71. تصوروا معكم حتى السلعه ديال الاسبانيون داخله ان شاء الله، جمعت بالمعدن. وهاد الناس اللي كتسول على السلعه ديال اسبانيا بزاف. السلام عليكم. هادي سلعه اسبانيا مصدعين عليها. الناس راه كيسولوا غيقلبوها اسبانيا، ما باقيش باغين. كاين السلعه كثير، خليكم معنا الفيديو غادي نسولوا لكم الاثمنه واش كيتباع الكيلو وشحال داخله. كاع المعلومات ان شاء الله غنبارطاجيهم معكم اليوم. كاينه تبارك الله سلعه كثيره داخله كيما كتشوف، تغطيه على كاع النواحي ديال المناطق ديال المغرب. حنا كنتواجدوا اليوم في مراكش جمعه المعدن، تاريخ 10/5/2024، قال لك 68، 3400 درهم. شحال ديتيهم؟ 3400 عاطينا. عاطينا 3400. نشوفوا معكم هذه الحمراء هذه، غير خليكم معنا. السلام عليكم. اتلار 984 زيد شحال تبيعوا عليه؟ 10000 10000 وتسكت. 10000 بزاف. شحال مخروفيه؟ شحال؟ 12 خروف. 12000 والله ما تدوي. تسكت. باع لي ب 1000 ريال ديال الرباح، ياك 1000 ريال ديال الرباح. 1000 ريال ديال الرباح. يعطيكم 500000 نهار الحد لجا البنكري عطاها لكم. ما جرات النهار الجمعي عطاها لكم 500000. ما تقلبش النهار وي. بقى 2 ملايين و96. لا عبد العالي ناضي يا خلو. لا ناضي. 2 ملايين. قال لك فين ديالك 50؟ طاح اخويا السوق راجع راجع. اخويا السكن التمام السكن ب 50000. دابا ب 42600. السوق دابا ب 42600. الثمن هو هذا تبارك الله، رخيص كاع تبارك الله. الله يسخر. كل شيء عيد، دري واش عيد، كل شيء فقير عيد، كل شيء عيد. الله يسخر. قال لك 78 3900 الخوت. الوالدين بغينا نتاكدوا من واحد المعلومه ديال العلف. العلف شحال يقدر ياكل في النهار الخروف؟ هذا ياكل 10 دراهم. هذا 10 دراهم ماشي 400 ماشي 300. لا كذب عليك اللي قال لك بحال كذب عليك. ياكل هذا الغليظ كياكل 10 دراهم. الصغير الرقيق كياكل 5 دراهم. هذه الهضره اللي كاينه. اللي قال لك شي واحد كثر كذب عليك. ما كايناش، لا كذبها. انا كساب. ندير لكم شي دوره شرفيه بعدا، نولعوكم تبارك الله. اليوم ان شاء الله غادي نصوروا لكم الحولي والخروفه من ابتداء من 1500 درهم حتى 3000 درهم ان شاء الله. غير خليكم معنا، هذا الفيديو غيكون خصيص للدراوش. الناس قهره الغلا، قال لك ما تصورش لنا الغليظ، اليوم غنصوروا لكم غير الرقيق والمتوسط ان شاء الله. نوعوا لكم ان شاء الله في هذه السلعه ديال الرقيق، عندهم من السلعه الرقيقه الثمن ديالو. نشوفوا احنا طالعين ان شاء الله غادي نتكونسونطراو على السلعه ديال 2500 حتى 2500 درهم. الناس الدراوش، ومن الاحسن نوصي اي واحد بغى يشتري يحاول يشتري من عند السلسله بحال هكا. يجي بغى يشتري خويا ياخذ حولي من السلسله ويتفاوض معه وياخذوا بثمن زوين، احسن من ياخذوا الحريفي. كيكون الثمن زوين عندهم هاد الناس، هاد الثمن اثمنه كيكون زوينين هنايا. شحال ترسمو سيدي؟ 33 23 1150 درهم عندهم باش تعرفوا الاثمنه زوينين هنايا. قال لك 1150 درهم ونص 25 درهم. هذوك كيكونوا تبارك الله فيهم اثمنه كيكونوا مناسبه عند هاد الناس هادو. الله يسهل عليكم. هادو شحال هادو تاهما؟ هادو 34 34 وهادو 3 ونص 23 ونص. هادو 34 1700 درهم هادو. الله يعينكم اسيدي. والفرق اللي بغيت شي واحد في الرادي، شي واحد في الرادي يفوتاش؟ يفوت 40 يفوتو 40 2000 درهم. الله يسخر تبارك الله. غنشوفوا هاد الخير بشحال مشى ان شاء الله. شحال داد السيد عياد؟ شحال خرج؟ الله ينفعك. شحال؟ عرفت شحال؟ شحال؟ 63 63 3150 درهم. علاش الثمن ديالو هكذا؟ علاش الثمن ديالو؟ غادي خويك الزاري هذا. الله يسخر. هي بشحال خرجت اسيدي؟ شحال اسيدي؟
الصحيح ديالها يرحم والديك. 73 باش ديناها؟ 3650 درهم، كنأكد لك راك عارف علاش. لا راه كنقول لك معقول علاش شريتها هذا؟ سير الله يسهل، الله يسهل. عجبوني باغي نصورها. بلاش. شحال سيدي سام؟ السلام عليكم. شحال عطاوك؟ 32؟ ما كذبتيش؟ ما كذبتيش؟ شحال؟ انا نعطيك 32، انا نعطيك 32. ها؟ دابا ماشي ديال 32 ابويا، ماشي ديال 32. عطاو 32 قال لك 1600 درهم. 1600 قال لك عاطينو فات. الله يسخر لي. الله يعينكم اسيدي. حقيقة ما كتبانش، ما كتبتهاش غير بان تعالي حدايا. عطينا القول، عطينا القول، ما باغيش وجهك، باغي القول وباغي الكمال الحقيقة. ديكلاري الناس ما نكذب عليهم ما والو. شحال؟ نقول ما عطاونا والو، نقول حساب 40000 ريال تقريبا، 2000 درهم. سمحوا لينا نعطيكم الخير. واه الدري، واه الدرين، بغينا نصوروا الغنم. الله يعطيكم الخير، بغينا نولعوا الناس بهذ الخيرات ديال البرقية. هادو واش من منطقة هادو؟ خنيفرة. خنيفرة. هادي هي البرقية. هادي البرقية. قال لك هادو 2000 درهم جهد ديالهم. اه جهد ديالهم. 2000 درهم، هادو هو الجهد ديالهم، باقي ما عطاوش. الله يعينكم اسيدي، الله يعينك. غنشوفوا هاد الخيرات بشحال خارجين. ندخلوا معكم السوق. شحال خرجوا الله يعطيك الخير؟ ارحم والديك كاين البجعدي وسطردي تبارك الله هنايا. حتى البرقي كاين هنايا، الله يسخر لكم. الله يعينكم. شحال خرجوا لكم الله يعطيك الخير؟ ديتهم جملة 3400 درهم. اليوم غادي نشوفوا. ها نعم اسيدي. 340 درهم. 340 فرنك. الله يعينك. هذا الخير قال لك 3500 اللي عاطينه في هذه الخيرات. غادي نصوروا معكم الفرادي، غير خليكم معنا الخوت، كاين ما يتشاف ان شاء الله في الفيديو. غنشوفوا هذه بشحال غاليه، هذه الخروف هذه. شحال هذاك اسيدي بحال؟ الله يعينكم، الله ينفعكم. عندك المليح تبارك الله، الله ينفعك. قال لك 4600. ادي العيد ولا تفحل به واقيلا؟ العيد ان شاء الله. العيد. كي جاك السوق جا. زين السوق. الله يسخر. هذه 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 بشحال مرضي الوالد؟ شحال طارك من الطلعه؟ ما عرفتش الله يعطيك الخير. شحال ديتيها؟ قول لي قول لي بشحال؟ 42600. 42600. الله يعينك. كان ديال 50 هذا الضرب. كيفاش كيفاش؟ مليح تبارك الله. قال لك كان ديال 50. صباح اخويا، رجع السوق، راجع راجع. لا اخويا السكن التمام السكن ب 50000. دابا ب 42600. 42600. الثمن هو هذا تبارك الله، رخيص كاع تبارك الله. الله يسخر. كلشي عيد، دريوشي عيد، كلشي فقير عيد، كلشي عيد. الله يسخر لك اسيدي، الله يعينك. خير موجود قال لك. هذاك 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 شحال هذاك؟ زين زين تبارك. سير سير قول لي قول لي. هذاك الزين شحال؟ ديتي انت ب 94، ندوزك 94. قال لك اسيدي 4700. شي اللي قال الله اعلم. كيفاش غادي يبين؟ نعم؟ حلو ولا العيد؟ لا لا العيد ان شاء الله. الله يعينك، الله ينفعك. زين تبارك الله. العيد ان شاء الله؟ العيد هذه زين. شحال هذا تاهو مشى؟ خويا خويا خرجنا مع هذا الراجل. شحال؟ شحال اسيدي هذا؟ شحال؟ جملة 90. 94 جملة، قال لك 94 جملة. بسم الله على بركة الله. نبداو حنايا كنتواجدوا اليوم في جمعة المعدن تاريخ 10/5/2024. كما كتشوفوا خير تبارك الله. نديروا لكم شي دورة شرفية بعدا، نولعوكم تبارك الله. اليوم إن شاء الله غادي نصوروا لكم الحولي والخروفة من ابتداء من 1500 درهم حتى 3000 درهم ان شاء الله. غير خليكم معنا، هذا الفيديو غيكون خصيص للدراوش. الناس قهره الغلا، قال لك ما تصورش لنا الغليظ، اليوم غنصور لكم غير الرقيق والمتوسط ان شاء الله. خير كثير تبارك الله كما كتشوفوا. حنا غنرجعوا عندك اسيدي، اسمح لينا.
خير تبارك الله. خير خير خير. هذه السلعه ديال الدراوش هذه الرقيقه البرقيه الله يسخر. السلام عليكم. غادي نبداو ان شاء الله مع هذا السيد هذا هو الاول. نشوفوا الاثمنه ديالو خرفان ديال العيد تبارك الله. غادي نسولوا لكم الثمن ونشوفوا الاثمنه ديالهم. السلام عليكم. السلام عليكم. كي داير اسيدي بخير؟ خليك انت باغي تبعد صافي سير. السلام عليكم. هذه البرقيه منين الاصل ديال المنطقه سيدي؟ قلموس. السبت قلموس خنيفره. عندكم سلعه كثيره في قلموس انتم الخير تبارك الله. احنا من البلاد هنا كنجيبوها من قلموس. وتكا الله باقي عاطي باقي ما عطوناش. حديتي يرحم والديك شحال ديتيها الصدق. احنا ما شاريينش بغينا غير نقربوا للمشاهد الثمن الحقيقي من كثره الكذوب اللي كيسمع في لا فيديوهات ولا لا ماشي انت كاين اللي كيروج الكذوب فهمت. احنا بغينا نقربوا ليه الحقيقه. بالنسبه مقارنه مع ذاك العام كاين الثمن العام حد الان دابا كاين الثمن هذاك بحال ديتي يرحم والديك جمله راه ماشي ما كتساش هي جمله فهمتي كيتساو 4 5 6 فهمتي شحال قديتي هذوك 5 6 دابا من 40 حتى 45 من 40 حتى 45 2000 درهم حتى 2250 درهم يعني هادو تقريبا في الحدود ديالاش تقريبا يجيبوا الثمن هكا 45 46 هادو هما الحد ديالهم الحد ديالهم يعني ما غاديش يفوت الثمن هذا. قال لك هذه السلعه ديال القلموس خنيفره ياك؟ اييه خنيفره اش من سواق عندكم كتقداو تما نديرو ان شاء الله غادي نديرو الخريف كاع غنجي عندكم خريف ان شاء الله. خنيفره غير من هنا اه كنجيبو من تما كتشريو من تما كاين سبته قلموس كاين خميس مليح وكاين ثلاثه ازرو هادو هما السواق اللي كيعمرو معروفين بالمليح معروفين بالمليح هاد البرقيه هاد البرقيه البرقيه غير تم حديث ياك؟ تم حديث غادي نشوفو تبارك الله كيما كنشوفو خير خير تبارك الله. غير خليكم معنا الخوت غادي ندخلوا السوق ان شاء الله. حنا كنت واجدوا في جمعه كندخلوا للجمعه جمعه المعدنيه سميتها معروفه بالمليح معروفه بالمليح وكيدخلوا لها كسابه كبار من كاع من كاع النواحي ديال المغرب كلشي كاع المغاربه كيتجمعوا هنايا المناطق تقريبا كلهم كيتجمعوا في هذا السوق هذا. غادي ندخلوا غنشوفوا معكم هنايا راه الخير كثير كما كتشوفوا. غير خليكم معنا غنديروا معكم شي دويره خفيفه. المهم الناس اللي داخله جديده خليكم معنا صبروا معنا ان شاء الله راه غادي نديروا لكم تغطيه على السوشيال خوت فضلا وليس امرا. تضغطوا على ذاك الزر ديال الجرس تفعلوه باش يوصلكم نوتيفيكاسيون ديال جميع الفيديوهات ان شاء الله بكاع المناطق. وكتبوا لنا الاسم ديال المناطق اللي تبغوا تشوفوا ان شاء الله من هنا للقدام. حنايا غادي ندوروا كاع النواحي والمناطق ديال المغرب وحاولوا تدعمونا باش نحاولوا نديروا لكم مناطق اخرى ونسافروا ان شاء الله المناطق اخرى يعني باش تدعمونا باش نتنقلوا ما بين الاسواق والمناطق ان شاء الله. وحنا غادي نصور لكم من بعد هذه المنطقه نصور لكم منطقه ديال فاس وخنيفره ان شاء الله فاس ومكناس ومن بعد نشوفوا المنطقه الاخرى اللي غادي نمشيو ليها. المهم من هنا للقدام ان شاء الله غادي تكون المنطقه ديال فاس ومكناس. الناس جداد بقاو معنا في الفيديو ما تحكموش علينا من الاول. حنا كنحاولوا كنتحراو الصدق وكنحاولوا نتحراو ثمن يكون حقيقي ما كنحاولوش نصوروا لكم اي ثمن. كنحاولوا نقلبوا على الاثمنه اللي الناس تقدر تعيد بها ماشي نصور لك خروف داير 16000 هو اصلا ما لايقش العيد. يعني الا جيتي انت للسوق محاش تشوف فيه كاع يعني هو باقي اصلا خاصو يدخل الكوري خاصو يعلف خاصو بزاف د الحوايج. حيت كاينين الناس اللي كيصوروا اغلبيه كيصور لك على حساب الثمن باش انت يرضيك ملي تسمع الثمن يعجبك الحال. ولكن الا جيتي للسوق اسيدي ما غاديش تلقى الخروف ما غاديش يعجبك واخا يعجبك الثمن ما يعجبكش الخروف. يعني الخروف باقي خاصو يدخل للزريبه وخاصو يتكسب وخاصو يعلف. حنا كنحاولوا نصوروا لكم الصدق وانتم ملي كتشوفوا ذاك الصدق كيبان لكم الثمن غالي وكيقول لك حق انتم كتغليو السوق. حنا ما كنغليو السوق الخوت. حنا كنحاولوا نقربوا المشاهد من الحقيقه ديال السوق. كنديروا السوق كامل كنصوروا معاه ما كنجيوش نديروا الليد في الليد ديال الكساب ولا الحريفي باش نصوروا معاه ونقولوا شنو. حنا عفويين الحمد لله الناس اللي كتبعني وكتدعمني راه عارف هذا الشيء. الناس اللي كتسنى الفيديوهات ديالي وكتيق فيا وكتفاعل معايا كنشكرها وتحيه ليها كثيره وكبيره. حنا راه غادي ندوروا المغرب كامل ان شاء الله. المهم طولت عليكم في المقدمه ولكن كان بزاف ديال الحوايج كنعين نشرحهم للناس باش يعرفوهم من الحوايج اللي كيوقعوا فيهم دابا. هما هاد القضيه ديال
بانه كيسمعوا الاثمنه كتعجبهم شي اثمنه ديال ما بين 1000 درهم و1500 درهم وكيعجبهم الحال، ولكن هذوك الحوالي اللي كيكونوا بهذاك الثمن اصلا ما كيكونوش لايقين للذبيحه، يعني باقي خاصهم يدخلوا يتكسبوا وخاصهم يعلفوا عادي يدخلوا عادي يجيو للعيد. المهم سمحوا لي طولت عليكم، المهم غندخلوا للسوق، كاين ما يتسمع وكاين ما تشاف، كاين واحد الحقيقه ديال واحد الفيديو ضارب دابا 7 ملايين ديال المشاهده، الناس اغلبيه تبعت هذيك الفيديو، خليكم حتى الاخر وغادي نشرح لكم علاش، وغادي نشرح لكم علاش الحواله اللي كيصوروا في اغلبيه كيصوروهم كيجيب لكم اثمنه رخيصه من 1500 ل 2000 درهم 1000 درهم باش يرضيو المشاهد، باش المشاهد يسمع واحد الثمن زوين باش يبقى في لا فيديو. حنايا كنحاولوا نبارطاجي معكم الصدق الاخوان، الله يعطيكم الخير. الناس اللي كتبعنا راه كتعرف الدكاله وكتعرف كتعرفنا مزيان وكيتبعونا من يامات العيد ديال 2023. طورت في المقدمه، غير سمحوا لي الخوت ديالنا، السلام عليكم، نبداو على بركه الله ندخلوا السوق ونشوفوا الاثمنه شنو دايره. بسم الله على بركه الله. قال لك هادو 3700 درهم هاد الخيارات. هانتوما. هاد السيد دخلنا عليه ان شاء الله، قال لي قلنا لي استقنا، قال لك ديتو 70 الف. مليح مليح والله. 3000 درهم. 3500 درهم قال لك باش تعرف، هادو مزيانين، هادو حاجة متوسطة زينة للناس المتوسطة، المرفة تعيد ب 50 و 60 مزيانة 3500 درهم. غادي نتكونسونطراو على السلعة الرخيصة إن شاء الله، كما قلتو قال لك ما تصورش لينا السلعة الغلا. كنشكروا الناس اللي كيكتبوا لنا التعاليق التحفيزية، الناس اللي كتقول المناطق اللي باغا إن شاء الله كتبوا لنا المناطق الكبار، حاولي سردي دكالي. مناش تلاش مناش. الله يسخر لك شحال تيسير؟ 54 54 باش داهم 2000 2700 درهم قال لك. اش بان لك مزيانين؟ مزيانين الثمن كاين كاين الغلا خير موجود خير موجود خير موجود، كاين الرخاء وكاين الغلا وكاين كل شيء، كل واحد غياخذ اللي مكتاب ليه في رزقه. الله يسخر لك هذاك 2700 درهم. وهادو هادو هادو شحال شحال سيدي قلتي لي؟ هادو اخويا 180. لا صحيح ديالهم واش خديتيهم واش ديتيهم؟ 84 84 قال لك 4000 4200 درهم. هو اللي كيقول هادو 4400 درهم 84. هادو شحال سيدي هادو؟ هادي سلعه غليظه، نشوفوا الثمن ديالها اش داير. شحال خلصتي؟ السلام عليكم. شحال خلصتي؟ شحال خلصتي؟ قال لك خالصه ب 96، قال لك هذه كتطلب 105. حنا كنبارطاجيكم معكم كل شيء الخوت، ما كنجيبوش لكم السوق الرخيص ولا ونا سيدي. يلا قول لنا الثمن صحيح بيناتنا. الله بشحال ديتيهم؟ ما ديتيهمش 42. ما ديتيهمش ب 42. اكسيب سك عطاوك 42، عطاوك الثمن شويه كاين احسن منهم 43. لا لا ما كاينش. وافدي لقيتهم كيفاش ما كاينش؟ لكن كذب عيني ومصدقك انت. انا كنذكروا عطاوك دابا 42. 42 حقيقه بالدقيقه. الله يسخر لي الله يسخر. قال لك 2100 درهم هادشي اللي كيقول، الله اعلم. اش بان لك؟ اش بان لك الثمن؟ الثمن هو هذاك حريفي تما. لا ما عندكش مال الحال. الله يعينكم. قال لك هنايا من 70 حتى 86، قال لك تقريبا 3500 درهم حتى 4300 درهم في هذه الخير. هذه سلعه متوسطه قال لك. الله يعطيك الخير. شحال ديتيهم بيني وبينك؟ شحال ديتيهم؟ اي شحال عطاوك دابا الصحيح ديالهم؟ قلت 70 باش وقفنا. جر لي شي واحد، بين لي شي واحد، قال لك 79. سير سير سير، اسمح لينا الله يعطيك الخير. ترشمو هادو ترشمو، قال لك 79. ترشمو 79 3000
3950 درهم. رسمهم هو رسمهم بعناها الله يسلمك. بعتيها ب 79 ياك؟ ياك اسيدي؟ لا سيدي يا سيدي. زيتيها شحال اسيدي؟ كيخلعك هذا الغلط كيخلعك. قال جوج 78. 78 باش تاخذ. الله يسخر لي الله يسخر لي. عطيني ديال هالجم. يا ارقبوا معاك الناب. يا ودي السري. كبير. هاد السلعه شويه غليظه نشوفوا الاثمنه ديالها شحال يقول فيها وشحال دازت. عطاونا 60 فيها. عطاوك 3000 درهم. قال لك 60. شحال مشى هذاك اللي غادي به؟ حنا كندرسو. اي شحال؟ ولا الحاج شوف راه العام هذي كنشوف فينا حنا مازال كندرسو المعلم. شحال هذا شحال هذا مشى؟ احنا راه كندرسو. كيفاش كدرس ما فهمتش؟ ما فهمتيش حنا كنبيعو جمله ما كنبيعوش لواحد. جمله شحال؟ جمله باب الله عطاونا فيها 60. ذهب ستين هذه مشات ب 3000 درهم جمله هذه كدرسوا يعني كتعزل كتعزل كندرسوا راه الدراسات راه فوق الدراسات راه هادو كاملين مشاو هادو كاملين مشاو ب 3000 هي كاملين جمله جمله 3000 درهم هادو الله يعينو الله يعينكم اسيدي وهنا مناش تلاش البيع سير لهيد تا شويه لرجع عندنا من يكون عندنا البيع حنا مازالو كندرسوا سير الله يسخر لك قال لك 68 هذو اللي عاطين دابا حاليا 3400 درهم 70 كيقول 70 عطاو 68 70 3400 السلام عليكم كل شيء زين الحمد لله كل شيء زين السوق زين خير موجود اللهم لك الحمد ولك الحمد سير الله يسخر لك تاع بنتي دابا صافي ارحم والديك الصحيح ديالهم شحال ديتيهم؟ ديتيهم 67 67 3350 الله يسخر لك قال لك هذه 115 شتي اللي قال باش تاع الله اعلم 5750 درهم خير هذا تبارك الله الخير سير 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 سير, سير. الله يبارك ليهم الله ينفعهم كاينين دابا شي 10 دوهم خليكم معنا في لافيديو شي 10 دوهم نقول لكم الثمن شحال الدوهم الخير الله يعينهم تقريبا شي 5800 درهم قال لك 68 3400 درهم شحال ديتيهم 3400 اللي عاطينا عاطينو 3400 نشوفوا معكم هذه الحمراء هذه غير خليكم معنا السلام عليكم الله يعينكم اسيدي اش من سلعه هذه اش من طاقه هذه ديال هنا ديال البلاد هنا اييه شحال المعطى وشحال شحال 66 اللي عاطينا 3400 3300 درهم اسمحوا لي هنا بلاتي نجيب من الجهه الاخرى اسمح لينا بويا شد لينا شي خروف يرحم والديك فرادي بشحال فرادي باش علي يدوز كاين ما يتشاف الخوت في الفيديو فيديو طويل وغيكون ان شاء الله اثمنه جد مناسبه هنايا وكنحاولوا نصوروا لكم من عند الكساب ولا الحريفي اللي كيشتروا الجمله باش نقربوا لكم السوق باش تشوفوا الاثمنه ان شاء الله غير خليكم معنا بحال هذه السلعه هذه 66 3300 درهم كيقول دابا باقي مالو سلعته الله يسخر ليه الله يعينه نشوفوا السلعه الاخرى نشوفوا حتى هي كاين ما يتشاف في الفيديو الخوت بارطاجيو معنا ان شاء الله غادي نديروا معكم كاع انا نجي للسرديه السرديه دور عويناتك في السرديه وفي البرقيه طما حديد السرديه وجاتهم غاليه السرديه غادي نشوفوا لهم مع طما حديد غاليه بزاف انا ما قلتيش لي الثمن ها كاين الجمال ولكن هذه راه احسن من هذه في المذاق تريحها زين زين اما الماكله نسولوا اي واحد دابا واكل السردي واكل الطماحدي غيقول لك الطماحدي الورد زين عارفينه زين نعلقوه في الدار زين الحمد لله ولكن هنا الماكله احسن كيقولوا الله اعلم كيقولوا هذه مزيانه في الماكله زين زين ولكن الزين هذا زين شوفه هذا هذا معروف بزين شوف اه دابا هذا شكون مولاه شكون احنا هما شحال ديتيه صحيح
تكذب عليا ما هادو الفحله هادو ماشي العيد 6000 درهم باش تبيع 115 باش تبيع غنشوفوا معكم هاد الحمراء حتى هي السلام عليكم كثير اسي بغينا ننوع شويه الحمراء شويه البيضاء شويه غتكرود لنا شي واحد تشد لنا شي واحد تشد لنا شي واحد يعطيك الخير وعطينا الثمن ديتي عاطين 68 وانت بشحال ديتي ها شحال ديتي وانت الله يسخر راسي 70 قرش جوج قال لك 3400 درهم في هذه الحمراء البرقيه تما هذه هذه البرقيه هذه برقيه الله يعينك يا سيدي الله يعينكم الله يسخر لك كاين السرديه شاية تبارك الله السلعه موجود نعم ها يا زيد مرحبا دابا عطيني 64 درهم مين هذه المرقد ديال 68 ارحامنا ارحامنا اه هي السلعه ها؟ شلو كلش جميع المدن الثمن ديال المقارنة بالسردي ما عرف ما شوية وصل جيب جيب شي واحد جيب جيب شي واحد جيبه سير 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 خير هذاك اللي 68 3400 الله يسخر المولي وهادو غنشوفهم شحال هذا الله يعينك يا سيدي لما قول لنا الثمن ما بغي نشري ما والو هادو هادي السلعه غليظه هادي غنمشي بحالي كنقلب على السلعه ديال 80 ومن تحت الله يعينكم هذا هو الموضوع ديال الفيديو هادو قال لك يا سيدي جمله جمله شحال 90 اللي عطاوني عطاو 90 هذا صحيح ديتيهم يرحم والديك لا لا كسيب كسيبتك 90 3500 درهم الله يعينكم يا سيدي شحال هاد الخير 150000 باقي ما درنا والو دور انا ما صورتش نحاول نسرديه شنو مسرغين كيدير نشوف هاد السلعه شحال هي شحال يقول شحال شحال سيدي شحال كيدير 106000 السلعه غالية قال لك 106000 5300 درهم السلعه غالية هادي الله يعينكم شحال سيدي شحال 106 5300 درهم الله يعينكم سيدي الله يعينكم خلوا العبد على الحي 60 فرانك 60 فرانك ديال الربح شحال سيدي سلام شحال 82 اللي عطيني 82 4100 درهم شحال ما يبقى خلوني ندير الحلقات لا ما يديك والو 500 الحلقات اللي ديالهم شحال هي شحال هي شحال هي 12 82 بلاتي بلاتي قاتلار 984 جديده شحال تبيع عليه؟ 10000 وتسكت شحال مخروف هي شحال؟ 12 خروف 12000 والله ما تدوي تسكت عليه ب 1000 ريال ديال الرباح ياك 1000 ريال ديال الرباح 1000 ريال ديال الرباح يعطيكم 500000 نهار الحد لا جا البنكري عطاها لكم ما جرات النهار الجمعي عطاها لكم 500000 ما تقلبش الدار وي بقى 2 ملايين و96 بقى 2 ملايين تلقوا بها تجيبها هنا لا عبد العالي ناضي خلوه لا احنا لا ناضي 2 ملايين خليه سير سير لا بارك عليه خليه راه ماشي زعما سميت كريد راه بيخلصك احنا ما تقول لك كريد 20 معنا دير فلوس هناك انت غنزيد لينا خرجوا لي الكمين سير حيد يلا حيد هذا الفيديو راه شاهد عليكم جوج ومن غير هذاك من ديالنا هو اللي كاين عبد العالي داكشي اللي قالوا كل اللي كاين لقيتي من غير هذاك جيبو انت ما دخل فالو الفلوس عبد العالي زوينه المرا زوينه سير خرج على حسابي انا مع 1100 درهم خلصه ب 81 ياك خلصه ب 82 باش داوها 82 باش داوها باع ب 60 فرانك ديال الربح 600 درهم الله يعينكم اسيدي قال لك 78 3000
3900 الخبز. حنا راه مكونسونطري ان شاء الله في هذا لافيديو. فابور فين هاد فابور؟ 3900 فابور. كاين اللي كيشد 2000 درهم في الرحبه، كاين اللي كيشد 2000 درهم في يعني خدام ب 2000 درهم، ما قلتش على هذا الخير. هادشي غالي. ها؟ عاوداش مشاري تليفون، التليفون راه ولا دابا شي حاجه اللي ضروريه بحال شاري رجلين باش تمشى. هادو دابا شحال ديتيهم صحاح؟ لا كسينتنا هذه ماشي. شحال عطاوك دابا؟ 78. قال لك الكساب بعض المرات ما كيبغيش يطلق لينا الغنم مع الحريفيه كنسولوهم. اي يطلق ليه يطلق ليه. يطلق ليه واش كيبغي يطلق هكا؟ الكساب راه كيبغي يطلق بهيم وكيعرف فين يطلقها. واش انا ما كنعرفكش غنعطيك بهيم. ارحم الوالدين بغينا نتاكدوا من واحد المعلومه ديال العلف. العلف شحال يقدر ياكل في النهار الخروف؟ هذا ياكل 10 دراهم هذا. 10 دراهم. ماشي 400 ماشي 300. لا كذب عليك اللي قال لك بحال كذب عليك. ياكل هذا الغليظ كياكل 10 دراهم. صغير. الرقيق كياكل 5 دراهم. هذه الهضره. اللي كاينه اللي قال لك شي واحد كثر كذب عليك. كاينش هذه الهضره. ما كايناش. لا كذبها. انت كساب. انا كساب. كساب وحريفه. كساب وحريفه. راس غليظ ياكل 1000 فرانك. 10 دراهم. 1000 فرانك شفيها شفيها شفيها. في السكاليم في رويزه فهم ما قال لك كيخنز اللحم. لا في السكاليم اللي كيخنز غلا ماشي السكاليم كامل كيخنز، ربما اللي كيخنز هو البزق. السكاليم ما كيخنش، اما السكاليم يكون بيقل من شي واحد كيوكل البزق. علف زين. علف زين دراو الفول والرويزه. دراو الفول والرويزه. دراو الشعير شحال يطلع هذا في النهار؟ 10 دراهم كافيه حد الادنى. شحال من شهر تقريبا يقدر يعلفوا؟ عام. لا شحال من شهر يدخلوك؟ عام كله يعلف. هذا عام وكيف؟ 6 شهور؟ لا لا كذب. شحال كتدخل؟ دابا هذا كان محبوس. اش غنوكلو؟ تبن؟ تبن داير 5 دراهم الكيلو. 78 اللي سامعين البلاد. 78 5 دراهم. تبن داير 5 دراهم، إذا اش كياكل؟ كياكل العلف. يضرب لك كاع يضرب لك كاع 6 اشهر ياكل لك فيها 5 دراهم في النهار باقي رقيق. 6 اشهر 6 اشهر الاخرى غيضرب فيها 10 دراهم. 10 دراهم شحال يتعامل يقدر يخسر؟ شنو نقول؟ صدقنا صدقنا ما كاينش. الناس كتقلب على الحقيقه وباقي ما لقاش الحقيقه. هي هذه كنقول لك انا الحقيقه في الدقيقه والله العظيم. 10 دراهم اللي كياكل في النهار حسب لي 6 اشهر. لا ما كايناش. الله يسخر لك الله يعين. قال لك هذا كساب قال لك خروف 10 دراهم ياكل مخير ياك 10 دراهم. مالا سيدي؟ كيفاش سيدي؟ كيفاش؟ نعم ياكل كثر. انا 20 درهم كياكل عليا الخروف. شنو فيها هذه 20 درهم؟ فيها العلف. قال لك عاطينه 84 86 ماشي لك 4200 درهم. عفوا 4200 درهم كيقول فهد السلعه هذه. السلام عليكم. الله يعينك اسيدي. شحال؟ الله يعينكم. شحال؟ شحال؟ 76 جمله. جمله قال لك 76 71 73 71. غنصوروا عليكم سيدي. شحال هادو؟ شحال غاديين اسيدي؟ شحال؟ هي 1,402,000 102 لواحد 5,500 درهم باش خارجين هاد الجوج. هادو هادي سلعة غليظة ديال البرقية هادي قال لك 71 3000 يا ربي 73 الخوت سمحوا لي 3650 درهم هاد السلعة. زرينا شي واحد ارحمني زرينا شي واحد. تقولوا انتوما كرود واش كتقول؟ كرود البرقيه. لا كرود زعما جرو. هذا دابا الا بغى شي عياده دابا شحال يتحسبوا لي؟ شحال تحسبوا لي هذا؟ 80. قال لك هذا السلعه غليظه 4000 درهم. هذا الله يعينك. اش من منطقه هذه؟ منابه. منابه؟ اه انا عندي حد. شكون اللي المناطق اللي كيتسوقوا هذا السوق شكون هم؟ حمار ولاد لين منابه مخلطه صحابي سراغنا مخلطه الناس. دوكا
حامله حامله ما يخلي بنادم مين يجي. هذا عاد كل حد احسن سوق ولا اربع السويله هذه كنمشيو ليها. الثمن كيكون هنايا الثمن مزيان والمليح كاين المليح ما تذاكرش على المليح. دابا هذا الصباح بغيت حيل بحال بحال كاين سلعه كثيره هنا. كثيره تبارك الله موجود. الله يسخر لكم اسيدي الله يعينك. 4000 درهم قال لك الا بغا شي حاجه. جمله 73 3650 درهم. صور معاك 56 اللي عاطين 2800 درهم اللي عاطي دابا. شحال؟ شحال سامعين؟ يا 24 اللي كيقول دابا 15 اللي تامر. الله يسخر لك لك 15 الله يسخر لك سلعه غليظه. شحال كتطلب في هذا سيدي شحال؟ شحال كتطلب فيه؟ شحال؟ شحال الثمن؟ شحال الثمن؟ 58 56 58 فيه حبوبه قال لك. هذا دابا هذا كذب علينا قال لك 26 هذه راه 32 اللي عاطينا الخوطه باش تصحوا المعلومه. انا نصحوا داك الشيء لا في لي فيديو نصحوا. المهم الله يسخر هذه راه 32 كذب علينا في التمام عاطينا 32 وقال لك 26 الله يهديه ما خلق وصافي الله يصايب. عطيته 29 دابا ومبغاش يبيع عليا الله يصايب الحال وصافي. كنلقاو الصعوبه باش ناخذوا المعلومه الخوط راه ماشي غير كيزيد عليك في التمام راه ممكن يطلع لك التمام ممكن يطلع الثمن ممكن يهبط لك الثمن ما تقدرش تعرفه من تشدو كاع مره. المهم الله يدير الخير. السلام عليكم. والخوت غير عذرونا بعض المرات كنبارطاجيو معكم شي معلومه راه ماشي لخاطرنا راه هما كيبارطاجيو معنا الكذوب حنايا كنبارطاجيو معاك داكشي اللي كيقولوا لينا كنبارطاجيو داكشي اللي كيقولوا هما. غندورو السوق ونشوفوا خليكم معنا ان شاء الله كنحاولوا ناخذوا الحقيقه من السوق ولكن قليل اللي كيصادقنا قليل. انا نشوفو معكم كمان نخليكم معنا اليوم ان شاء الله فيديو فيه ما يتشاف البرقيه البجعديه السرديه كل شيء غادي تشوفوه في لا فيديو غير خليكم معنا كما كتشوف. هز 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 صراحه سلعه سمينه بين لي يد بين لي وجهها هاكاك هاكا غنشوفو الثمن ديالها الخوت غير خليكم معنا. دابا هذه بشحال تقريبا تقام هذا الحول؟ 56 56 اودي الله يديك اللحيه او تريك اللحيه اش مربيها سير ترزق الله سير ترزق. تباعت ب 55 الله يديك راه كتفرج فينا 100000 انت التقليد ديالهم زعما ربيتي هذيك هذه علاش مربيها؟ لا لا اش ديك لاريتي 3000 درهم 3000 درهم لك 3000 درهم لا قلتي بوحدو هذا حنا كنهضروا على الجمله كنهضروا على الجمله الجمله باعها ب 55 جمله جمله صغيره وكبيره هذاك 6000 درهم اللي بغيتي بوحدو هذا على شحال غيجي الكيلو تقريبا؟ الكيلو 70 درهم دابا الكيلو دابا كاين 70 درهم 70 درهم باش تبعث كونترا فين هذا الشيء؟ هنا فين تبعث 70 درهم الكيلو 70 درهم قال لك داخله ب 50 درهم 70 درهم هذا الشيء كاين هذا الشيء يا مولاي؟ ما سامع والو ما سامع والو 70 درهم قل 10 درهم قال لك 70 درهم حاولي سردي دكاني الله يسخر لك اسيدي احنا كنتحروا غير الحق لا باش ما تديش علي انا عندي 100000 ديال الخلق عندي في تقنيدي كنحاول هذاك اللي بغيتي 3000 درهم جربت بوحدو جربت هذاك الغليظ هذاك الغليظ هذا وازن هذا شحال يكون وازن تحريفي هذا بشحال يدي قلتي شحال يكون في ديال البوان 30 40 فايت 50 حي 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 قال لك فايت 50 ديال البوان هذايا 3000 درهم قال لك بوحدو ولا بغيتي دي جمله 55 دابا هذه بشحال داخله هذه للسوق تقريبا والله ما عرفتش شحال داخله شي شحال داخله البوان الكيلو 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 حتى واحد ما تقدر تعرف شادي البرقيه لا داخله ب 30000 وعاطينهم 10000 ديال الدعم ديالهم من لهي ولكن كطلب الى كد 20000 ديال الغلام ولا
ولا 30000 ولا 15000 ديال الغنم. 30000 طالبين، 30000 وطالبين فيها 56 60. لا دابا هذا مول الكونترا كيجي تما 15000 ولا شنو كيعطوا 10000 في الخروف الدعم كيدعموا، ولكن كتجي هي من تما 15 كيطلب الكونترا كيجيب الكونترا. ولكن 56 بزاف. ماشي بزاف لا راه رخيصه. شحال دير هذه في العام؟ ها؟ شحال دير في العام؟ 10000 ياخذ سردي. اه. الله يسخر لك. الله يعينك اسيدي. تصور معكم السلعه ديال الاسبانيون داخله ان شاء الله جمعت بالمعدن. وهاد الناس اللي كتسول على السلعه ديال اسبانيا بزاف. السلام عليكم. هذه سلعه اسبانيا مصدعين عليها. الناس راه كيسولوا غيقلبوها اسبانيا. ما باقيش باغين. كاين السلعه كثير. خليكم معنا الفيديو. غادي نسولوا لكم الاثمنه واش كيتباع الكيلو وشحال داخله. كاع المعلومات ان شاء الله غنبارطاجيهم معكم اليوم. كاينه تبارك الله سلعه كثيره داخله. كما كتشوفوا غادي نصوروا معكم ونشوفوا لكم الاثمنه ونخلوا لكم تاني من نوامر ديال التليفون اللي بغى يتواصل مع هاد الناس يتواصل معاهم الله يسهل لهم. السلعه اللي عندك فين اسيدي؟ هنا وهنا ولا فين عندك؟ اييه ارحم والديك. شحال صحيح الصحيح ديال 56؟ غاليين شويه. لا غاليين 56. قال لك 56 2000 و 800 درهم. غادي ندورو نشوفو السوق ونتحقو ان شاء الله ونتحرو السوق كامل. كاين واحد السلعة هنايا. السلام عليكم. كاين السلعة داخلة، السلعة ديال اسبانيا كثيرة. غادي نشوفوها واش كتباع الكيلو وكاين اقبال عليها كثير سبحان الله. الناس باغي تقداها. غادي نسولوها على اقبال كبير. اش كيفاش الناس مجموعة على هذه ديال اسبانيا؟ باش يشوفوا يتمنظروا فيها فيها ميتشاف. فيها الزين كتشبه البدرية. هذه شحال يقول فيها هذه؟ فينا مولاها فينا؟ شحال؟ شحال تباعت؟ قال لك 2750 درهم. تباع الكيلو ولا؟ كتباع الكيلو ولا؟ تباع الكيلو ولا؟ المعينه غنسول ندير معكم شي روبورتاج ان شاء الله. السلام عليكم. سمحوا لينا الله يعطيكم الخير. كاين اقبال هنايا على هاد السبانيوليه. شي واحد يهضر معنا مولاد الخير؟ شكون هو؟ نسولوه. لا ما تكذب ما والو. صافي على مولانا هادشي اللي بغيت. ديال من الغنم دابا؟ سبحانه. شحال الثمن ديالها مناش؟ كيلو ولا كتباع المعينه؟ كتباع المعين ولا الكيلو؟ معينه. مناش تلاش؟ مناش تلاش؟ هذا هو اقل ثمن ولا كينقل؟ قال لك قال يدي رزقه. قال لك 55 3000 قال 250 درهم. جابت تقريبا 2750 درهم. كيفاش هذيك السلعه سيدي؟ سلعه زينه تبارك الله. مليحه. ديالك كي داير؟ والله اعلم. كيف هي بحال بغيت تقبل عليها هذا العام ان شاء الله. واش بغيت دير؟ هذا ضروري يعني. علاش بغيتي تقبل عليها؟ كانت رخيصه على مالها. كنطيح الثمن. الغلا البايم غاليه. السرديه والبرقيه غاليه ما تقدر تمشي لها صراحه. الا كان الثمن طيح في هذه ناخذها. اي ناخذها. علاش الثمن ديالها شنو جات مزيان؟ الثمن الله يجعل البركه. قاصحه شويه 55 شويه قاصحه. قاصحه شويه 55 قاصحه شويه. ولكن اقل من الثمن؟ وي ضروري غادي يكون اقل من الثمن وخسر. الناس كيسولوا عليها بزاف سبحان الله. الاسبانيوليه الرومانيه ولا اسبانيوليه؟ شوف الناس تيمشوا للرخام. تيقربوا على الرخام. قالت لا زين لا جوده. تقول هذا بالغلا بنادم الله يكون في العوان. هذه دابا رومانيا ولا اسبانيا؟ رومانيا ولا اسبانيا؟ والله ما عرفت اخويا ما عجبك. رومانيا ولا اسبانيا ولا شنو هي؟ اسبانيا. داخله ديال رومانيا داخله. داخله داخله رومانيا. قال لك فيها بشين وهذه داخله. الله يسخر. قال لك 2750 درهم هادشي اللي كيقولوا الله اعلم. الله يعينكم اسيدي. كاين اقبال كبير كما كتشوفوا الناس. كاين اقبال كبير عليها. غير خليكم معنا نشوفوا الثمن ديالها. الله يسخر.
غادي نصور معكم حتى الخروف الخوت، عطونا ديك الجيم والبارطاج ديالكم، دعمونا وتسناو الفيديوهات ان شاء الله المغرب كامل غندوروا بالدعم ديالكم ان شاء الله بطبيعه الحال. الناس اللي داخله جديده كتفرج فينا غير تفرج في الفيديو ان شاء الله، عاد تحكم علينا ما تحكمش علينا من الفيديو الاول ولا الثاني، عندنا فيديوهات زوينين في القناه غادي نخلي لكم في اول تعليق كاع الاسواق ديال دكاله، المنطقه ديال دكاله، المنطقه ديال عبده، ونزيدوا عليهم المنطقه ان شاء الله ديال مراكش، حنا قريبنا نكملوها غدا غادي نتحولوا للمنطقه ديال خنيفره فاس ومكناس، ونبقاو غاديين معكم في هذه السلسله طيله ايام العيد ان شاء الله. انتم عليكم غير الدعم والبارطاج، الدعم والبارطاج. نشوفوا الحوليه اش دايره، بسم الله. شحال اسيدي شحال؟ اجي حدايا اجي. 26 شي عيد معدول 26000 ريال جملة. وفي الرادية شحال؟ قال لك 1300 درهم حولية. أنا راه شي وحيدة، أنا شي وحيدة ما كذبتيش علينا ياك، غنصيفطك. لا بالك هي جاتني رخيصة، حد درت السواق تاعي ثمن زوين. السوق دار هذه شحال كان قبل؟ شحال كان دير؟ كانت ب 34 قال لي، جيب جيب شي وحيد الله يحفظك. قال لي كدير كديرها 34 دابا دايرها 26، 1300 درهم الناس تراوش. الحولية صراحة زوينة. مزيانة، هذه شحال هذيك؟ هذه شحال المرضي هذيك؟ 26 شحال؟ جملة؟ 26 تا هي 26 كلها. الله يعينك اخويا، الله يعينكم. واش من منطقه هذه؟ الجمعه ديال المعدن. جمعه المعدن اش محسوب الغنم؟ جيتو ما بين اسفين نتوما ومراكش ياك؟ هذه ديال الخوالقه. الخوالقه، فين جات الخوالقه؟ الخوالقه حدا عمارات يوسفيه. عمارات يوسفيه هذه قال لك 1300. الله يسهل عليك، ندورو ان شاء الله الخروف والخروف، نشوفوا معكم كل شيء ان شاء الله، نشوفوا هذه تاهي. السلام عليكم. الله يعينكم. كي دايرين؟ بغينا شي حاجه ديال الدراوش، جبد لينا شي خريفه ديال 1000 درهم كاينه. مناش ثلاث جمله، مناش 31. ما يمكنش هذه 26 هذه 21 شحال؟ هذه 26 هذه 21 هذه 14 عرفت ان شاء الله. امس واحد الفيديو صاحبي راه كلشي عكذب. بغينا نكذبوا حنا. وحنا هو اللي كذب، واش هاد الخروفه ب 26 دروك هكا ضربين منين؟ يا قلتي واش كذبتي؟ قال لي لا، تاكد لي من المعلومه. امس واحد الفيديو راه ما خدمتش. خوت هذا قال لك 31 ياك؟ 31 1550 درهم. هذا كذب علينا قال لك راه دايرين 32. هذا بعدا كذب علينا قال لك 26، هذه راه 32 اللي عاطينا الخوت باش تصحوا المعلومه. انا نصحوا هكشي لا في لي فيديو نصحوا. المهم الله يسخر، هذه راه 32 كذب علينا في الثمن، عاطينا 32 وقال لك 26. الله يهدي ما خلق وصافي، الله يصايب. عطيته 29 دابا ياك ومبغاش يبيع عليا. الله يصايب الحال وصافي، كنلقاو الصعوبه باش ناخذوا المعلومه الخوت. راه ماشي غير كيزيد عليك في الثمن، راه ممكن يطلع لك الثمن. ممكن يطلع الثمن، ممكن يهبط لك الثمن، ما تقدرش تعرفوا من تشدوا كاع مره. المهم الله يدير الخير. السلام عليكم. الخوت غير عذرونا، بعض المرات كنبارطاجيو معكم شي معلومه راه ماشي لخاطرنا، راه هما كيبارطاجيو معنا الكذوب، حنايا كنبارطاجيو معاك داكشي اللي كيقولوا لينا، كنبارطاجيو داكشي اللي كيقولوا هما. غندورو السوق ونشوفوا، خليكم معنا ان شاء الله. كنحاولوا ناخذوا الحقيقه من السوق ولكن قليل اللي كيصادقنا، قليل. كاينه حتى الخروفه نشوفوها معكم هاي. الخروفه المتوسطه الثمن ديالها غنشوفو حتى هو الثمن. الناس دراوش نشوفو معكم الخروفه، الخروف صغير ومتوسط. السلام عليكم. شحال شحال زيدي شحال؟ شحال؟ 38. 38 38 1800 درهم. 1900 1900 هذه شحال هذه؟ هذه 36 و500 1825 درهم 725
هذيك اسيدي شحال؟ السلام عليكم. شحال هذيك اسيدي الله يعينك؟ 2050 درهم الله يعينك. كيفاش اسيدي؟ السلام عليكم. وخير موجود كل شيء عيد. الحولية تقريبا من اشتريت؟ كاينه 38 40 كاينه 60 كاينه 50 كاع. اودي ما تغليش، بغينا الرخاء ما بغيناش الغلاق. 38 37 بغينا شي حاجه رخيصه. الناس دراوش دير بحسابك. رخيصه ب 32 هي فين هي؟ 32 32 قال لك هذه 1600 درهم. الله يعينك، راه كنديروا المجهود كثير باش ناخذوا المعلومه حقيقيه. الله يعينك. نشوفوا هذه كبيره شويه، ما عرفتش شحال شحال معطى وشحال ثابت. هذه فينا ب 60. شريتها ب 60؟ وبعناها. ما غليتيش فيها؟ لا لا، شريتها نشرب 60 وبعتها ب 3000. رباح. رباح. كلها. وهذيك 3000 رباح. هذيك ب 55 بعناها ب 10. 3000 النعجة. 3000 ريال رباح كلهم. كلهم 3000 رباح. هذيك ب 55 بعناها ب 10. ب 10000 رباح. تباعت هذه الخوت مليحة مليحة صراحة. 55 غليظة تبارك الله. هذيك ثنية ثنية سنان الهلي تبارك الله. غنشوفوا هادو بشحال خرجوا، شحال خرجوا هادوك المرض؟ 96. ديتيهم انت؟ قال لك 96. ما كاينش نتاع داكشي اللي كاين الحيطه نقولوا يا بنتي عندك ديك ويلا قلت لك 96. الله يسخر الله يسخر لك. صعيب صعيب ناخذ المعلومه. كاينين بجوج 135 6000 6750 درهم. الله يعينه. كملوا معكم خروفه. صحيح ديال الله يرحم الوالدين ثابت زعما. الله يرحم الوالدين. حيد عليا هذيك الحيد عليا الغنم الغنم ما شاتلك لا وجهك لا والو. عطيني الثمن صادق نزيد بحالاتي ما نزيدش مع غير. ما خلي مع الحقيقه. اه 44 و200 2000 و210 درهم. ايه شوف راه كاين السلعه ماشي ما كاين، ولكن راه هذا الوقت هذه راه ما كيخرجوش الحريفيه. الحريفيه راه كيمشيو يقعدوا، راه كيجيو الشناقه. اما هذوك اللي يقولوا عليهم شناقه راه هما الحريفيه اللي كيبيعوا عشره بالمعقول. الرجل كيقراها ب 50 درهم 15 للبيبه. اما هذوك اللي كيجيو دروك راه ما عندهم حتى علاقه بالغنم، وكيجيو دروك كيبيعوا خروف على 15000 و20000 رباح رباح. هذه الهضره خذها مني ديال اليقين. السلعه موجوده ماشي ما موجوده، ولكن راه يعني بنادم ما يصبرش. اه اوكي راه كاين الخير. يصبر شويه راه بنادم اللي ما يديرش التاويل لبعضياته. راه الخير موجود. دابا نصيحتك يصبر شويه. يصبر شويه راه الخير عطاه الله. شحال يصبر؟ 15 ريال. السلعه موجوده وكل شيء غيشري وكل شيء غيعيد. راه الخير عطاه الله. راه بنادم اللي ما يديرش التاويل لبعضياته. اما بالنسبه لهذاك النهار هذاك الفيديو اللي دار هذاك الصفر في الحد راه ما عنده حتى الصفر ما كيخلوش ما يخليش عباد الله تقول على الله. مازال داخل كيقول لك عطاونا باش يعطوا واحد 50 درهم لواحد. وراه الخير موجود ماشي زعما الخير ناقص. عطاونا خايبه شويه باقي ما كيعطيوش باقي. هذاك الشيء هنايا الحريفيه ما يقدرش شي واحد يقولها. سمعتي؟ ما يقدرش شي واحد يقولها. إذا ما عطاوه يعني الناس ترزن وتصبر شويه. يقول على الله الخير موجود. انت راه عيد التول بعد يطول راه الخير عطاه الله. راك مول 20 يعيد ومول 120 يعيد. 20 كاينه؟ كاينه 20 وكاينه 120. 20000 20000 خريف. لا خريفه هما الخروف ديال 20 ما كاين يعني الناس ما تخلعش. لا ما خير عطاه الله ماشي زعما ناقص. اما الخروف راه هذا العام شويه على العام الفايت في العلف. لا الخير هذا العام العلف ناقص شويه. ها هو السلعه راه هادشي جابوه راه راه النعجه قلت. راه النعجه هي اللي بغات تولد الخروف والخروف هي اللي قلت. هي اللي بغات ترخص السوق هي اللي قلال. قد بحالك الزارع. هاد الناس اللي في العوانه مع الجفاف وداك الشيء خرجت يديهم. ما تاش قد يشدوها. هادشي اللي عطى الله. مرة الناس غير تبشر بالخير. مرة زعما هذا العام راه العلف ناقص العام الاول. ناقص في يعني العلف ماشي سبب ديال الغلاء. ماشي سبب، السبب هو النقص في النعجة. النعجة تصبح فيها النقص. هي سبب هادشي. بغيت نسولك رحم والديك. كيعلفوا السكاليم؟ هذاك الشيء ديال السكاليم ديال الدجاج شي 1%. أما الناس اللي مقودينها في الرحبة كيعلفوا السكاليم ديال الخروف. والف ديال الخروف. اما هذوك اش قلت لك قبيله في الاول؟ راه الناس الحريفيه راه في هاد 10 ايام راه كيمشيو في حالاتهم. راه كيجيو دوك اللي ما عندهم علاقه بالغنم هما اللي كيبيعوا يشتروا فيها. يخلط كل شيء، يبيع المريضه في الصحيحه ويعطي العلف اللي لقى
فهمتي؟ اما الناس الحريفيه راه تيمشوا في حالهم. هذا الحريفي هذا بحال هذا مثلا شاري خروف ب 40000 مثلا، كيجي كسب تقول لها عرسي دير البره عندي 38 كيبقى فيه، يعني هذا بغى يصور 2000 كيقول هذاك اللي بغى يشري منهم دير لها 2000 من جيبه، كيقول عاود ب 8000 الرباح ولا 10000. لا هذا قلت لك مثلا شاري خروف ب 40 بغى يقول فيه 42، كيجي ذاك اللي بيعيد تيقول لها عار الوليدات راه عندي 38، يعني راه ندي لها 2000 اخرى من جيبه، فهمتي؟ تيقول حريفي اللهم امشي بعد. واش هذا الانسان اللي كيقول لك ها العار وانت خاصك حريفي؟ لا هضر الحريفي والله ما يعقل عليك، اللهم ما كنت 10000 15000 ما يبيع لك، الله يعاونك الله يسهل لك. اللهم امين. شكرا على المعلومه، شكرا على المعلومه، هذه معلومه جديده اول مره كنسمعها. تكتاب ولا حريفي ولا شنو؟ حريفي وكساب. علاش كاع شي كيضو هنا؟ كلشي كلشي كساب وكلشي حريفي. الناس راه كدير غير متعلفه وتجيبها في حالها. فوالا مرة قلت لك دوك المتطفلين على الحرفه هما اللي بغا يدخلوا دروك. هما الحريفي راه يمشيو يقعدوا في حالهم. يخرجوا دابا لك صافي. الكساب يخرج دابا. الحريفي الكساب بغا يجيب غير المبيعها، بغا يشد منه ذاك المتطفل على الحرفه. ذاك اللي بغا يربح. اما الحريفيه والله ما يبيعوا يشتروا في هذه العصريه. كلهم بغا يمشيو في حالهم. الله يسخر لك يا ستي، الله يعينك.